واليمن كغيرها من الدول بلد يزخر بالمواهب الشابة والطاقات الإبداعية التي تحلم بأن تمد إليها الأيادي ذات الاختصاص لتحتويها وتقدم لها اللازم لصقلها. صحيح، ضيفنا اليوم مشاهدينا شاب اشتهر بمقاطع فيديو على الإنستغرام وهو يغني، وأثناء تواجده في مقاهي يفاجئ الناس بصوته، ومنها أيضا وهو على دراجته النارية وغيرها من المواقف الجميلة، وقد لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين، وهو ما يعكس موهبته بالتأثير من خلال صوته. سينضم إلينا الشاب الموهوب مالك جميل لنتعرف عليه أكثر وعلى فنه وعلى طموحاته المستقبلية. حياك الله مالك، وأهلا وسهلا فيك في ديواننا. حياكم الله عز وجل، ولي الشرف أكون في ديوانكم في قناة القيس، أهلا وسهلا فيك، وشرفتونا ونورتونا. احنا سعداء ايضا بهذا اللقاء. يعني مالك، والفيديوهات لطيفة ما شاء الله، وكذا فيديو يعني منتشر، والبسمة والبهجة والفرحة يعني تملأ هذا الفيديو، لكن يعني احنا الان في عندنا غموض، نشي نتعرف بشكل مقرب اكثر على مالك. عرفنا عن نفسك مالك وعرف الجمهور. والله مالك انسان عادي جدا بسيط، سائق دراجة نارية، اشتغل موصل طلبات دليفري في شركة توصيل، وفنان لسه عاد الحمد لله صاعد، يعني عاد الحمد لله في بداية الفن. الله يفتح عليك يا رب من أوسع الأبواب. مالك، من متى بدأت تكتشف أنك صوتك حالي وتحب الغناء؟ طبعا اكتشفت أنا صوتي من عاد عمري يمكن 8 سنوات، وأول شخص اللي اكتشف صوتي هي أمي، فكانت هي أول إنسانة تشجعني وتدعمني. فواصل يعني كل ما كنت الشيء اطلع حفلات ولا حاجه هي تكون اكبر داعمه ومشجعه لي لحد الان، اللهم لك الحمد. تحياتنا وثاني شيء للوالدة. الله يتصل ان شاء الله. وحاليا انا بدات اغني من 2023، فكان في ايوه دواتي عاديه جدا، مشاهدتها 1000 مشاهده 2000 مشاهده، لو ما الحمد لله معي فيديو ضرب 3 مليون و450 الف مشاهده، وانا خلاص الحمد لله صفحتي منطلقه ومعي جمهور. وهو الفيديو اللي اكتشفناك من خلاله يعني مالك، كان هذا هو الفيديو الحظ يعني اللي خلانا نتعرف عليك وعلى موهبتك الجميلة. الفيديو بالأخص اللي كان بالدراجة النارية وأنت كنت بتسوق وتغرد وبتغني بشكل عفوي، أكيد إحنا لازم نعرف قصة هذا يعني الفيديو. لكن مشاهدينا خلونا نروح نشوف هذا المقطع ونرجع نتكلم بشكل مفصل على قصة هذا الفيديو وكيف حصل، نشاهد سويا. عفت نبلع ودا عشنا، ارجع فيت ووادعني، ارجع سكت لي حجون جرح فوق يوجعني، يعني دموعي جتهون وانت لوحدي عايفني، لا ما يهمني كل الكون، تبقى لوحدك تهمني، تبقى لوحدك تهمني، وأقرب ناس لي يسألون قالوا انت ما تحبني. رجعنا لكم مشاهدينا، ونرجع لمالك صاحب هذا الفيديو ونسأله، يعني ما شاء الله هذا الفيديو رائع وانتشر بشكل كبير، احكي لنا القصة أمانة، يعني هكذا دخلت مع الأوادم وهم يغنوا صدفة؟ طبعا والله في ناس دخلوا يراسلوني قالوا هل انتم مجهزين ام صدفه؟ طبعا والله العظيم ان الفيديو وقع صدفه. يا طبعا سلام. هؤلاء هم مشاهير، فانا كنت من قبل اكلمهم على اساس يحاولوا يظهروني في فيديو ولا انهم ينشروا صفحتي، لان كان معي يمكن 1000 متابع يمكن من قبل، كانوا يمكنوني ان شاء الله تمام ان شاء الله بنشوف. لا يوم صدفه حصلتهم بيغنوا في السياره حقهم، وانا قلت يا اخي والله ارجع اجرب ادخل اني جنبهم، جيت لفيت بمطر حكي لا جنبهم. شوف ربك يا مالك، سبحان الله، يعني تخطيط الله اجمل من اي تخطيط اخر، سبحان الله العظيم. طبعا فيديو عفوي حبوها الناس واشتهر، حتى طلعوني مذيعين عراقي وتواصلوا معي ناس عراقي. ايوه، لان مالك انا ايش اسالك، يعني ما شاء الله بتحب اللون العراقي اللي هو لون ما شاء الله جميل ولو محبينه، ايش السبب يعني اختيارك للون العراقي بالذات؟ طبعا انا حابة اتكلم بشيء انا ما قد صرفت فيش من قبل، وانا حبيت ان انا حاليا اظهر للناس كانسان ما اتقيتش بمجال واحد، انا انسان يمني ما اتقيتش بالاغاني اليمنيه فقط،
ايوه انا عندي الحمد لله معي صوت اقلد اي اغنيه في العالم واي لغه في العالم. ايوه تمام لك. كنت من اول كنت اقلد القراء من اول، وحاليا بين اقلد الدول كان بين اغني مغربي، يمني، مصري، خليجي، تركي، كل الاغاني ما شاء عراقي. الله، تحاول تعرض امكانات صوتك، انه انت شخص قادر يعني تدخل في كثير من يعني الثقافات المختلفه، وهي حاجه مش بسيطه على فكره مالك، يعني مش اي حد يقدر يغني لاي أيوة. لهجه مختلفه ولاي طابع موسيقي مختلف، هي مهاره وانت ما شاء الله متمكن فيها. طيب بالنسبه لل يعني نتكلم على الفيديو هذا، يعني هل الفيديو هذا غير يعني حياتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل زاد التفاعل؟ هل كيف بتشوف تفاعل الناس اليوم بعد الفيديو الفايرال اللي انتشر في مواقع التواصل؟ لا لا صراحة أنا الشهادة لله بعد الفيديو هذا، الحمد لله وفضل الناس ودعمهم لي وتشجيعهم لي، صفحتي انطلقت وفي ناس يعرفوني أروح أي مكان وأنا لابس الدليفري ولا أي شيء يعرفوني على طول، يعني الحمد لله بدأت يعني أظهر أمام الناس. يعني يا مالك بس نقدر عاد أنا نقول أوديك فين يا شهرة؟ الله يفتح عليك. ايش رايك، تكلمنا كثير، ايش رايك تسمعنا حاجه على لازم. ذوقك؟ طيب شو ابدا لكم الاغنيه الذي احب الى قلبي اللي اشتهرت فيها؟ تمام. اوكي تمام، افتح لكم بس الموسيقى عشان يكون الاجواء احسن. فضر فزتني من النوم لما قال وبسفور بشرك ميت من اليوم، لأن ما طويل الباكر بقيت ابكي بكي مهموم، بكي المكسور إلى خطور صف من قهر مصدوم، بدونك ضايع وحاير، بدونك ضايع وحاير، عرفتني وش ما تتلوم، تحكي لك على الصاير مثلي بالحروب مكتوب، يصعب حالي عنك أما أنت تجيني اليوم، أنا بلياك مو قادر، خطر فزتني من النوم لما قالوا سلام، لما قالوا سلام. لا ان شاء الله ما حد يعوفك ولا تعوف حد يا مالك أوبا. خلاص. لا والله يا ما شاء الله سلام. ابداع وصوت جميل وفي يعني ما شاء الله صوت واسع كذا، يقدر يتنقل بشكل جميل. مالك ايش هي الاسباب اللي مخليتك مواصل الى اليوم في يعني الغناء والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هو الدافع يعني وراء هذا؟ طبعا الذي هم صابر لي الآن الذي هو تحفيز أمي أول شيء، ثاني شيء عدة أصحاب الذين هم يدعموني يشجعوني، وكلام الناس والله كلام المتابعين في قلبي كله، إن أنا أشوف كمية الرسائل اللي بيكتبوها لي في الخاص أكثر من الفيديوهات اللي بنزل هنا أمام الناس، يعني أشتي أسجل لهم في اليوم 10 أغاني ان شاء الله وصلت يكون، لهذا الدرجة. ان شاء الله يا مالك يجي يوم هكذا ويكون معك استوديو خاص وتغني للناس وتغني بالشكل الذي بيناسبك باذن الله. لكن ايش رايك ذا الحين نروح مع المشاهدين نتابع برضه فيديو لك انتشر، نروح نشوفه ونرجع لك علشان نعرف ايش القصه. نروح مشاهدين طيب. نشوف هذا الفيديو. لينا الدنيا غبره وبخت مايل ابتلينا بصحبة كذبة وعشق فاشل، ابتلينا بطيبة جابت بس مشاكل، وضاع العمر بالخوف شفنا وبعد تنشوف، ما يثمر المعروف وما تنمي العين، لا تقل لي حبي تحجي بالمرحوم. وابتلينا يا جاك الله
الله يا مالك، ايش السر يعني، ايش سر المحبه هذه كلها؟ الجمهور يعني او الناس اللي موجوده على الكافيه كانوا كذا متفاعلين بشكل كبير، احكي لنا قصه الفيديو كيف حصل يعني. اول شيء بتلاحظي انه صدفه الفنينه نفس الفنينه حق الفيديو هذا. احلى صدفه. هذه شكلها فال خير عليك، البسها دائما. طبعا انا في بدايه شهرتي اول ما الفيديو وصل مليون مشاهده في خلال 3 ايام، انا قلت بحاول انا اسافر السعوديه. حصلت ناس قالوا لي تعال السعوديه عندنا ونعرفك على فنانين ويمنيين مشهورين. قلت طيب مش مشكله. سافرت ورحت ووصلت السعوديه وانصدمت على اللي حصل لي. يعني وصلت على واقع ما كنت اتوقعه. يعني اول شيء الذي وعدوني سحبوا علي، هذا اول شيء. ثاني شيء الفنانين كل واحد يلا نفسي نفسي، ما حد يحب الخير لصاحب بلاده او انسان ثاني، لانهم اللي التقيت فيهم الفنانين مش قصه تفاخر، يعني صوتي اعلى من صوتهم واقوى من صوتهم، اللي معي جواب الجواب، وهذه من اصعب الطبقات. فأنا غنيت معهم وسمعوا صوتي فقالوا لي خير ان شاء الله بنشوف كيف. بعدين ما عدلوا ايش يقولوا، قالوا لي خلاص روح بلادك واثبت نفسك في بلادك بعدين سحب. قلت طيب تمام. صرت كافيهات مع اصحابي على اساس قلنا بسير على اساس اطرب الجمهور، انا حصل لي عمل في كافيه مطرب. فوصلت بين اكلم الفنان على اساس يعطيني المايك على اساس اغني فيه. قال لي صاحب الكافي قال ممنوع، لازم تصريح من الدوله ومدري ايش المهم ما رضيوش، قال لازم تصريح، واذا دري الدوله ان يعطوني المايك وانا مش معي تصريح حيتغلق الكافي. فقام قال لي خلاص اعتذر منك. قلت له طيب مش مشكله. انا قلت في راسي انا الحمد لله معي موهبه صوت وعندي صوت قوي اقدر ارفع طبقه عاليه. قلت خلي الجمهور ما يهدى اول فنان لما يهدى واغني انا. فاصحابي مشجعوني هي غني غني وانا خليني قويت قلبي وغنيت وخلاص والناس تحبوا صوتي. المهم روحت الا الساعه 7 الصباح جالس اغني لهم. اهم شيء ارتحت وطابت نفسك. مالك احييك على هذه الروح. أي يعني والله. احييك على هذه الروح انك بتحاول وبتحاول وبتحاول. والله يعني انا متاكده الفرصه ستاتي. أكيد. انت شاب موهوب وعندك امل وشايف نفسك في مكان ان شاء الله توصل له، هذه حاجه كبيره يعني. برغم كل التحديات لا تفقد الامل باذن الله توصل لمكانتك يعني باذن مالك. الله تلاقي فرصتك الذهبيه يا مالك وتكون الفنان اليمني الذي بيغني كل اللهجات مش لهجة واحدة. أنا قطعتكم إن شاء الله فضل. بنزل في صفحتي أغاني تركية وأغاني هندية كمان، لأني حاليا أشي أغني هندي وتركي يعني. يا سلام. خلاص شاروخان لو سمحت، مالك ابننا قادم بقوة. طيب يا طيب مالك، يعني هل نقدر بما انه عندك هذا الطموح الكبير ما شاء الله، وانت عارف عندنا في الوطن العربي برامج خاصة بالمواهب انطلق منها فنانين كثير اليوم يعتبروا من اهم الفنانين على الساحة اليمنية، هل بنشوفك مثلا في يوم في ذا فويس ولا عرب ايدل ولا اي شيء؟ طبعا انا كنت هذا السنه بقدم في عرب ايدل او ذا فويس، فمغلق حاليا لمده 3 سنوات بسبب الحرب. في يمكن بعد 3 سنوات افتتحوا مكان واحد ما ادري ايش اسمه، بس هو في دوله الكويت. ان شاء الله باذن الله باذن الله ربي صعب. ربي يفتح عليك ونشوفك في مصاف النجوم اليمنيين الشباب، انت تستاهل كل خير يا مالك. وانت في بدايه الطريق والمشوار امامك باذن الله وستصل يعني يا مالك. سعدنا بهذا اللقاء معك وما تحرمنا من الفيديوهات المميزه، يعني احنا حنتابعك ونشوف ان شاء الله هذه الفيديوهات الجميله بصوتك الرائع. شكرا لوجودك معنا طبيعي. باذن الله. شكرا لكم. شكرا لك. في امان الله.